يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مجموعة من كبار السن يصلون في مصلى مستقل عن جماعة المسجد. هناك مجموعة من كبار السن يصلون في مصلى مستقل عن جماعة المسجد ويتابعون الإمام بالسماعات، وحجتهم أن درج المسجد مرتفع عليهم لا يقدرون على رقيه، فهل يجوز لهم ذلك وهل تصح صلاتهم؟ صلاتهم تصح ما داموا داخل المسجد، صلاتهم تصح، لكن انعزالهم هذا هو الذي لا يجوز. أما درج المسجد يعملون له مسهلات، يعملون له عربات، يعملون له أشياء. نعم.